السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة. في هذا الشابتر نتكلم عن الـ commutative subgroups، الزمر الجزئية المبدلة. في البداية خلينا نشوف ما معنى الـ commutator بالنسبة للعنصرين A و B. إذا كان لدينا G star هي الزمرة و A و B هما عنصران في G، فإن A و B تسمى بـ commutator إذا كانت معرفة على شكل حاصل ضرب A star B star A inverse star B inverse، ونرمز لها بالشكل commutator الـ A و B، أي أنه commutator الـ A و B تساوي لنا A star B star A inverse star B inverse. هذا هو المفهوم العام للـ commutator. نجي نتناول بعض الملاحظات. في الملاحظة الأولى، إذا كانت لدينا زمرة إبدالية فإن الكوميتيتر A و B تساوي لنا العنصر المحايد لكل A و B موجودة بالزمرة G. رح نيجي نثبت هذه الملاحظة. نفرض عندنا أبيليان جروب ونحاول من خلالها نثبت الكوميتيتر A و B تساوي لنا العنصر المحايد. إذا نفرض أنه G star هو كوميتيتف جروب، بما أنه G star هي زمرة إبدالية، إذن لكل عنصرين موجود في G هذا يؤدي إلى أنه A star B تساوي لنا B star A. ولإثبات هذه المعادلة commutator A B تساوي لنا العنصر المحايد، نجيب هذه المعادلة الطرف الأيسر من هذه المعادلة. commutator A و B حسب مفهومها تساوي لنا A star B star A inverse star B inverse. بما أنه A و B هما عنصران في G و G زمرة إبدالية، مثل ما ذكرنا الـ A star B تساوي لنا B star A. إذن الـ A star B هنا راح تساوي لنا B star A، وننزل الـ A inverse والـ B inverse. لاحظ هنا بالوسط عندنا A star A inverse، العنصر A موجود بالـ G و G هو زمرة، إذن الـ A inverse أيضا موجود بالـ G، إذن العنصر نظيرة يساوي لنا العنصر المحايد. راح يبقى عندنا B star E star B inverse، وهذا يؤدي إلى أنه ال B star B inverse راح يعطينا العنصر المحايد. وبهذه الحالة نكون قد برهنا commutator ال A و B تساوي لنا العنصر المحايد. عندنا ملاحظة أخرى. في الملاحظة الثانية يقول إذا كانت commutator A B تساوي لنا العنصر المحايد، إذا الزمرة راح تكون إبدالية، أي عكس الملاحظة الأولى. راح نجيب الشرط هذا commutator A B تساوي لنا العنصر المحايد، ونحاول من خلاله نحصل على G هي زمرة إبدالية. مثل ما قلنا راح نجيب هاي المعادلة commutator A B تساوي لنا الـ E. واضح أنه commutator الـ A و B هنا بالطرف الأيسر يساوي لنا A star B star A inverse star B inverse، وعندنا من الطرف الأيمن الـ identity. راح أجي أضرب هاي المعادلة من الطرف الأيمن في B، راح تصير المعادلة بهذا الشكل. منا الـ B inverse انضرب في B راح ينطيني العنصر المحايد، ومنا راح يصير عندنا الـ E star الـ B. واضح انه الـ identity ما يأثر على المعادلة، راح يبقى عندنا A star B star A inverse ومن الطرف الأيمن B. هالمرة نحاول نضرب هاي المعادلة في A أيضا من الطرف الأيمن، وراح يصير عندنا بهذا الشكل A star B star A inverse star B inverse، ومن الطرف الأيمن B star A. واضح أنه هنا عندنا A inverse star A العنصر نظيرة راح ينطينا العنصر المحايد. لاحظ هنا مثل ما قلنا الـ A inverse star الـ A راح ينطينا العنصر المحايد، والعنصر المحايد هو عنصر موجود في الزمرة، والزمرة هي أيضا بالأصل إبدالية، إذا راح يبقى عندنا الـ A star B تساوينا B star A، طبعا لكل A B موجود في الزمرة G star. وبذلك نكون قد برهنا الزمرة G star هي كوميتيتيف أو نسميها أبيليان جروب. الملاحظة الثالثة، نص على أنه إذا كان عندنا كوميتيتر A B inverse تساوي لنا العكس كوميتيتر B لل A. راح نجيب الطرف الأيسر عبارة عن كوميتيتر A B inverse، نفتح الكوميتيتر A B يساوي لنا A star B star A inverse star B inverse، وننزل الانفيرس مثل ما موجود. واضح انه هذا الانفيرس حسب الخصائص اللي اخذناها مسبقا، الانفيرس من
يتوزع على هذا الستار، كل عنصر راح ياخذ انفيرس وراح تتبدل مواقعهم، يعني الليفت راح يصير رايت. راح يصير عندنا هنا بي انفيرس انفيرس ستار اي انفيرس انفيرس ستار بي انفيرس وستار اي انفيرس. لاحظ هنا معكوس معكوس العنصر يرجع لنفسه، وبنفس الحالة معكوس معكوس العنصر الاي راح يرجع للاي نفسه، وعندنا هنا بي انفيرس ستار اي انفيرس تنزل مثل ما هي. لو نقارن هذه مع الصيغة العامة للكوميتيتر نلاحظ بأنه هذا يساوي لنا كوميتيتر البي اي. إذا معكوس كوميتيتر اي بي يساوي لنا العكس كوميتيتر بي اي. الملاحظة الرابعة، إذا كان عندنا اي ستار بي فإنه هذا يساوي لنا كوميتيتر اي بي ستار بي ستار اي. خلينا نشوف برهان هذه الملاحظة. نجيب الطرف الأيمن من هذه المعادلة اللي هو عبارة عن كوميتيتر اي بي ستار بي ستار اي. نفتح هذا الكوميتيتر اي بي يساوي لنا اي ستار بي ستار اي انفرس ستار بي انفرس، وننزل البي ستار الاي. لاحظ هنا عندنا بي انفرس ستار البي العنصر ونظيره راح يعطينا العنصر المحايد، وبالتالي نحصل على اي ستار بي ستار اي انفرس ستار اي. بنفس الحالة عندنا الاي انفرس والاي العنصر النظير ايضا يعطينا العنصر المحايد، وبالتالي راح نحصل على البي ستار اي، وبذلك نكون قد برهنا البي ستار اي تساوي لنا كوميتيتر الاي بي ستار بي ستار اي. الملاحظة الخامسة تنص على انه كوميتيتر جي جي يعني للزمرة نفسها تساوي لنا مجموعة كل مضروبات الكوميتيترات اللي هي اي اي وبي اي، لكل اي اي وبي اي موجودة في الزمرة جي، هذه كلها راح تكون جزء من الزمرة نفسها، اي انه كوميتيتر جي جي راح تكون جزء من الجي نفسها. عندنا هنا مبرهنة كوميتيتر الجي جي والستار forms a subgroup of the group G star called a commutator subgroup. نثبت من خلال هاي المبرهنة انه الكوميتيتر جي جي تحت تأثير العملية ستار هي كوميتيتر سب جروب. واضح انه بالبداية نفرض انه عندنا اي هو عنصر محايد identity element في الزمرة جي ستار، ونحاول من خلال هذا العنصر اللي هو الايدنتيتي الموجود بالجي نثبت هذا العنصر ايضا موجود في كوميتيتر الجي جي. واضح انه الايدنتيتي اي يساوي لنا كوميتيتر اي اي، وهذا راح يكون جزء من كوميتيتر الجي جي، وبالتالي الكوميتيتر جي جي راح يحتوي لنا على الاقل على العنصر المحايد، لذلك كوميتيتر الجي لا تساوي لنا فاي. الان نجي نختار عنصرين في الكوميتيتر جي جي، راح نختار الاكس والواي في هذا الكوميتيتر. بما انه الاكس والواي تنتمي للكوميتيتر جي جي، اذا الاكس حسب تعريفه راح تساوي لنا مضروبات اي اي بي اي، لذلك الاكس راح تساوي لنا كوميتيتر اي 1 بي 1 ستار كوميتيتر اي 2 بي 2 لغايه ستار كوميتيتر اي ان بي ان. بنفس الحاله للواي تساوي لنا كوميتيتر سي 1 دي 1 ستار كوميتيتر سي 2 دي 2 لغايه كوميتيتر السي ام دي ام. ونحاول بعد ما فرضنا عندنا الاكس والواي هي عنصرين موجودة بالكوميتيتر جي جي أنه الأكس ستار واي لازم أيضا تنتمي لنا للكوميتيتر، حتى نثبت من خلالها أنه الكوميتيتر جي جي هي سب جروب حسب المبرهنة اللي أخذناها بالزمر الجزئية السب جروبس. لاحظ بأنه العملية سهلة جدا، عندنا الأكس وعندنا الواي ونحاول نثبت الأكس ستار واي انفيرس تنتمي للكوميتيتر. إذا راح نجيب الاكس ستار واي انفرس، نعوض عن الاكس بما يساوي ونعوض عن الواي بما يساوي، والكل انفرس. هذا الانفرس مثل ما تناولناه بالملاحظات راح يتوزع على الكوميتيتر ويبدل كل كوميتيتر، يعني الاول يصير الثاني والثاني يصير الاول، يصير تبديل بدالي. اذا هذا راح يصير اول واحد، وهكذا هذا يصير اخر واحد. وبنفس الوقت بالملاحظات قلنا بانه الانفرس من يدخل الكوميتيتر راح يبدل المركبة الأولى والثانية، راح يصير عندنا
DM CM وهكذا لغاية آخر حد. وبالتالي لاحظ بأنه هذا مضروبات الكوميتيتر، وبنفس الوقت انظر في مضروبات كوميتيتر أخرى. إذا هذه كلها راح تصير مضروبات AIBI تنتمي لكوميتيتر الجي جي، وبالتالي راح يصير عندنا الاكس ستار واي انفرس تنتمي للجي، وبالتالي كوميتيتر الجي جي راح تكون هي سب جروب وبنفس الوقت هي كوميتيتر. عندنا مبرهنة أخرى تنص على أنه الكوميتيتر سب جروب هي نورمال سب جروب من الزمرة جي ستار. في البداية راح نجي نفرض فد عنصر أي موجود بالزمرة جي، ونحاول من خلال مبرهنة سابقة ناولناها في النورمال سب جروب تنص على أنه الـ A ستار H ستار A انفيرس إذا كان السب سيت من الـ H، إذا فقط إذا H is normal subgroup. احنا هنا فرضنا أي موجودة بالجي، ونحاول نثبت A star commutator الجي star A inverse subset من الكوميتيتر. إذا حاولنا نثبت هذه الخاصية إذا راح تكون عندنا الكوميتيتر هي normal subgroup. وحتى أثبت هذا الطرف الأيسر جزء من الطرف الأيمن هنا، لازم أفرض عندي عنصر هنا وأحاول أثبت هذا العنصر اللي فرضته بالطرف الأيسر هو موجود وين؟ بالطرف الأيمن. إذا راح آخذ فد عنصر هنا سميته اكس موجود بالطرف الأيسر اي ستار الكوميتيتر ستار انفرس، بما أنه الاكس تنتمي هنا إذا أقدر أكتب الاكس على شكل اي ستار، وأحاول هنا أكتب الكوميتيتر على شكل بي ستار اي انفرس، طبعا فور سم بي موجود بالكوميتيتر. أجي أضرب هذه المعادلة من الطرف الأيمن بالايدنتيتي، وبعدين أعوض عن الايدنتيتي بالبي انفرس ستار البي. لاحظ انه صار عندنا اي ستار بي ستار اي انفرس ستار بي انفرس. اذا هذا كله يمثل كوميتيتر اي بي ستار البي. واضح انه كوميتيتر الاي وبي تنتمي للجي، اما البي احنا اصلا فارضيها تنتمي للكوميتيتر، وبالتالي ستارهم راح يكون موجود بالجي. لذلك احنا فرضنا الاكس تنتمي للطرف الايسر، وقدرنا نثبت هذا الاكس تنتمي للطرف الأيمن، إذا الطرف الأيسر هو جزء من الطرف الأيمن، وبالتالي كوميتيتر الجي جي راح يكون نورمال سب جروب. عندنا هنا مبرهنة ليت ال H will start be a normal subgroup of the group G star، then the quotient G على H is commutative if and only if the commutator G هو subset من ال H. أي أنه بوجود ال H star هو normal subgroup، إذا ال quotient راح يكون كوميتيتف إذا فقط إذا اتحقق عندي الكوميتيتر هو جزء من ال H. ولبرهان هذه المبرهنة نفرض عندنا عنصرين A star H و B star H تنتمي للكوشنت G على H تحت تأثير العملية تنسور، بما أنه الكوشنت G على H والتنسور هو كوميتيتف إذا فقط إذا كان عندي A star H تنسور B star H تساوي للعكس B star H تنسور A star H. نفتح هذا التنسور من الطرف الأيسر راح يصير عندنا A star B star H، والطرف الأيمن أيضا راح يصير عندنا B star A star H. ومن خلال مبرهنة سابقة مثل ما موجود هنا A star H تساوي لنا B star H إذا فقط إذا A star B inverse تنتمي لل H، هنا راح يصير عندنا A star B star B star A inverse تنتمي لل H. نفتح هذا الانفرس راح يصير A inverse star B inverse تنتمي لل H. واضح أنه الـ A star B star A inverse star B inverse هو الكوميتيتر للـ A و B تنتمي لل H، وهذا وين ينتمي؟ ينتمي للكوميتيتر GG. إذن كوميتيتر الـ GG صار عندنا subset من الـ H. إذن الـ quotient G على H راح يكون commutative إذا فقط إذا صار عندنا كوميتيتر الـ G subset من الـ H. ونقدر نمشي بالعكس راح نحصل على الكوشن جي على H والتنسور هو كوميتيتف. إذا هنا راح نخلي فاند اون اف لاختصار العملية. عندنا نتيجة for any commutative group G star the commutator quotient group G على الكوميتيتر G والتنسور also commutative. لإثبات هذا الكوشنت اللي هو عبارة عن G على كوميتيتر الجي راح افرض عندي عنصرين بالبسط اي وبي ينتمي للجي، بما انه اي وبي تنتمي للجي هذا يؤدي الى
الأي ستار كوميتيتر الجي وكذلك البي ستار كوميتيتر الجي تنتمي للكوشنت جي على كوميتيتر الجي. وحتى أثبت الكوميتيتيفيتي للكوشنت فرضت هنا عنصرين وحاول أثبت الخاصية الإبدالية من خلالها. فراح أجيب الأي ستار كوميتيتر الجي تنسور بي ستار كوميتيتر الجي، أفتح هذا التنسور راح يصير عندي أي ستار بي ستار كوميتيتر الجي، بما أنه أي بي هي عناصر موجودة في جي وأن جي هي كوميتيتيف، إذن الأي ستار بي راح تساوي أن بي ستار أي ستار كوميتيتر الجي. نرجع نرجح هذا الستار على شكل تنسور، راح يصير عندنا بي ستار كوميتيتر الجي تنسور أي ستار كوميتيتر الجي. وبالتالي برهنا أنه إذا كان عندنا الزمرة هي إبدالية، إذن الكوشنت جروب اللي هو الجي على الكوميتيتر الجي والتنسور أيضا راح يكون كوميتيتيف. هذا كل ما يخص موضوع الكوميتيتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.